انظر إلى قصة من قصص القرآن، من أجمل القصص، وكل قصص القرآن جميل. إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، الأمة، القانت، الأواه، المنيب، يلقى في النار، يريد قومه أن يحرقوه. تأمل في حال ذاك الذي شرع قومه لأن يحرقوه بالنار، قيدوا يديه وقدميه وفي المنجنيق وضعوه. أحبابي، والله إن الموقف مهيب ومهيب ومخيف ويدعو للاضطراب. نار محرقة، وضعت نار إبراهيم بين جبلين، حتى أن الطير إذا طار فوق هذه النار المشتعلة سقط مشويا. ومع هذا الخوف وقومه حوله والجبال ممتلئة من الناس، والناس ينظرون إلى احتراق هذا الكليم وهذا الخليل وهذا النبي، إذا بملك بعد أن رماه المنجنيق في الهواء يأتي إليه ملك الريح، القطر، الجبال، جبريل، كل يريد نصرته، لكنه يعلم، واثق بالفرج من الله، يعلم أنه لا بد أن يصدر الأمر من الملك جل وعلا ألا يحرق هذا المنيب وهذا القانت وهذا الأمة، هذا الذي حمل التوحيد يدور به في قومه وحطم الأصنام ليدعوهم إلى الملك الديان. ألك حاجة يا إبراهيم؟ سؤال من الملك، لك حاجة؟ الجبلين أطبقهما؟ أجعل الريح تطير شرر النار؟ أفرغ الماء على هذه النار فتنطفئ؟ كل ذلك تحت إمرتك يا إبراهيم. قال لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أحبابي، حسبنا الله تنبت في القلب ربيعا، حسبنا الله والله تمسح الدمع من عين المهموم، حسبنا الله معناها أنك تجعل الله سبحانه وتعالى حسبك، وكيلك، كافيك. لا إله إلا الله، أي أمل في القلب ينفتح له الباب إذا علم العبد أن وكيله هو الله وأن حسبه هو الله. والله إنها جنة، فرحة، أمل. لو وكلت قويا من أقوياء الدنيا لربما يخونك، ولربما يضعف، ولربما تشترى ذمته، لكن إذا كان وكيلك هو الله فأرن ابتسامتك، ابتسم وابتسمي وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.